بيه سليم شيبوب، شنو اصل الخلافه معاه؟ والله الديكلاراسيون اللي عملتها من قبل، انا راهو الموضوع هذا ماذا بيا سليم ما عادش نحكي فيه، لانه فيه وما معناها ما عنديش اليوم، ما عندي ما اضيف على هذا الموضوع. موضوع كان في الماضي. بيه هل صحيح انه بعثك قبل شكون اعتدي عليك؟ شوف، هو في القانون فما ما يسمى بالتقادم، البريسكريبسيون. الحادثه صارت عام 99، دونك توا غلقنا العشرين صحيح معناها العشرين سنة. دونك الحادثة هذه مش تعلي روح، ما عادش حب نحكي فيها، ما عنديش ما يثبت أنه بعث، ما عنديش ما يثبت أنه ما بعثش. دونك أنا توا نعتبر أنه الحادثة هذيك وفيت بعد عشرين سنة. نو نو نو، ما عادش معناها تسكر دوسي على جميع المستويات. العباد التو تحكي على الخلاف نتاعك والفيديو نتاعك في اليوتيوب، مع أنت تحكي على سليم شيبوب التو، معناها هذاك لا علاقة بالاعتداء. عمري أنا راني مانيش إنسان انطباعي، ومانيش انسان عاطفي على العموم. ما انسان عاطفي في حاجات اخرى رزمو، مش في الخدمه ولا حتى في التحليل الظواهر الاجتماعيه. اللي قلته وقتها في الميسيون هذيك في التونسيه وقتها، مع كان تحليل لظاهرة داير هي خرج من الكونتكست نتاعو. الاكستري اللي دار على اليوتيوب وشافوه 100,000 وردوني انا عدو سليم شيبوب، ما شافوش الاكستري اللي قبل، اللي كان ضد منصف المرزوقي وقت كتب الكتاب الاسود. وقلت انه من تذكروا الكتاب الاسود كتب في 2013، قلت من السذاجه، مش ما نقولش كلمه اخرى، وانه تعمل كتاب اسود تشهر فيه بجمعيه على حساب جمعيه، كاني ترجي بركه مده عوام هي اللي وقفت مع بن علي، ولا هي اللي قفت بن علي، جمعيه تونس الكل دون استثناء، هو شد في الترجي والمستين، فهمت علاش؟ دونك قعدت نوضح لي هذه كلام فاضي وما عنده حتى معنى، والترجي ما دفعش على بن علي اكثر من اقل من الافريقي ولا من الديس فيقسي، هذا كذب في كذب. الناس شدت في اكسري اخر، خاطر وقتها في البلاتو باش نستعمل توا كلمتك المفضله اللي هي كلمه تبييض، وقتها شويه بركه لا ردينا باش نبيضوا سيمشي بو. انا قلت انا ضد تبييضه، قلت اكثر من هكا، قلت مرتشي رمز الفساد. هذاك كان فالابل في فتره معينه. سليم شيبوب خرج من الكره التونسيه من 2004، من 2004 يا اخي سامحني، هاني انا تو في فير لافوكا دو دياب، ونقولها ونعاود نقول يا اخي سامحني، ايش بيه بعد 2004 الترجي قاعد يهز؟ نحكيو على الفتره، ندمت شويه في الكلام هذاك ولا لا؟ لا 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 با دي تو، في الفتره اللي كان فيها هو موجود، وي بطبيعه الحال كان هو من الناس اللي أسوا المنظومة في تونس، ما تليقش بكرة القدم التونسية، ومنظومة ما كانوش فيها أخلاق، وما كانش فيها احترام للقانون. هذا ما عمري ما نبدل كلام، ولكن ليس الوحيد. فما إثباتات معناها كلام اللي قلته معناها وقتها ولا؟ بيان سور فما إثباتات، بيان سور نعرفوا اللي فما قضايا، ونعرفوا اللي رينا حاجات. يا أخي شنو يا أخي مالك نتكلموا هكا في الفارغة؟ توت فاسون نقول لك باش يجي وقت والموضوع هذا باش يتحل. دونك وقت اللي يتحل ماهوش باش نكلمك بعد ولا ليه؟ لا ما عنديش حتى اتصال. كيف حتى هو ما فهمش اتصال معاه؟ لا هو عمر، والله هو راه كي تجي تشوف فتره في الفترات ما كناش ما نتكلموش ولا ما نحكيوش. بعد تطورت الامور بطريقه معينه اللي صارت قنوات الاتصال فيها غير ممكنه، ومشي على روحه سي. مش ما لا هو باش ينقص منه حاجه كي ما يكلمنيش، ولا انا باش تنقص مني حاجه كي ما نكلموش، لا هو ولا غيره.